ايه جابر؟ بتحب المصاري؟ انت تعيشني بكرامة يا سيدنا. والفلل والبيوت والسيارات شو؟ والله في عمري ما فكرت بهالشي يا سيدنا. بتشوف حالك أمين؟ ما بعرف والله يا سيدنا، بس بحياته ما حط بإيدي مبلغ كبير. يعني ما اختبرت حالك؟ لا والله، بس في عندي واحد صاحبي سيدنا بزمانه اشترى قطعة ذهب صغيرة بدون علم أبوه، خبيت له إياها عندي فترة وبعدين رجعت له إياها. وما لعبت عينك عليها؟ لا أعوذ بالله. شي طبيعي لحتى ما تنقلع. ما عنده عيون تلعب سيدنا. جابر تربيتي وعلى كفالة أبو نبال. اسمع جابر، على قد ما بتكون أعمى وأطرش وأخرس، على قد ما بتكون مبسوط معي سيدنا. في عندي سؤال. نسمع سيدي، كيف بده يصير معي مصاري قدام الناس وهي بتعرف انه انا عايف التنقية؟ هلا شو بكره؟ بالايام يعني سيدنا؟ ثلاثة. ثلاثة معناها بس تطلع من هون وتروح بوشك على السوق، بتاخذ نمرتين نصيب وبتعطي رقمها لابو نبال، مفهوم؟ السكر وبعدين الحاسب. قول الله. سلام عليكم. الله معك. الله معك. أدري لي خليني أشوف. بدي أحكي معك الموضوع اللي جيتي. كيف ما بدي أجي؟ لازم أشوف المحل كيف صار شكله. لا مو بس مشان أشوف المحل، لأنه في عندي رفيق عنده واحد بالبالة تاجر مرتب، يعني عنده بضاعة حلوة حلوة كثير وسعرها معقول كثير، راح أجيب لنا مصاطر مشي ساعة. فإذا كان السعر مناسب كان إياها. طيب كويس الحمد لله، مع إني بفضل بضاعة الحلوة، أرخص وأنظف. انت شوفي هاي واعمل لك، اذا كان السعر المناسب اخذنا، نظيفه اخذنا، السعر مو مناسب ومو نظيفه بلا. طيب يا رب يا اخوي ابو الزين، يجعل المحل آية ترزق علينا يا رب يا رب يا رب. اختي نجوى، انا بدي احكي معك الموضوع بس والله خجلان منك كثير. لا يا اخوي ابو الزين، في خجل بيننا؟ احنا صرنا عيله خلص. واكثر ان شاء الله. أنا والله ما عاد فيني خبي على جابر أكتر من هيك، يعني عم حط حالي محله، ما عم تنبلع معي ولا بأي طريقة. بين الزلمة صاحبي بيوثق فيني، يعني كيف ما حسبها كيف ما حسبها كيف ما حسبها بدي أطلع معه إنه أنا غشيته. يا أخوي معك حق، بس صدقني صدقني يا أخوي أبو الزين، رح يصير لنا مشكلة. ها أو يا أختي، يصير مشكلة هلأ أحسن ما يصير مشكلة بعدين بعد ما يعرف من غيرنا. طيب يا اخوي ابو الزين ولا يهمك، بس اعطيني كم يوم على مما الاقي فرصه احكي له. يعني مثل ما بدك، مع ان انا بفضل تخبريه هلا قبل بكره، يعني ما راح يهمني عليه انه خبينه عليك للفتره. ما هي مرت عمي ونهله بيعرف واكيد راح يساعدونا. ان شاء الله ما بصير الا كل خير، توكل على الله. الله 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 الله، ايش عم تتوتوتوا؟ اهلين يا اختي ام الزين. اهلين بهالعين، ايش الحكاية يا جوزي؟ ايش فينا فيه؟ شو ايش الحكاية؟ شو ايش الحكاية؟ قاعد براسك عراسة وعم توتوتو، ابصر بشو عم تلعب لك بعقلاتك. هلا انت شو جابك لهون؟ شو جابك هلا؟ ايش شو؟ شو جابني؟ يا عيب الشوم،
يا بالشوم يا ابو الزين ما كان العشم، بدل ما تقلي اهلا وسهلا بنور العين، اهلين بحبيبتي، اهلين بروحي، اهلين بوش السعد علي. انا اللي اقنعت بعض جماعه يشتغلوا صنايعي عنا. يا اصطبحي اصطبحي، على بكره الصبح عيب. ايش حكينا؟ ايش في؟ ايش صار؟ شو كانت عم توتوت لك الست نجوى؟ شو كانت عم تلعب لك بعقلاتك؟ سيدي في اجتماع ضباط مع رئيس الفرق، صار لهم 10 دقائق فايتين، اتصلوا بمكتبه كثير وما كنت واصل. في تعميم جديد بخصوص تكثيف المراقبة للعراقيين الموجودين عندنا هون، وتحديدا يلي عم يعملوا مشاريع كبيرة وعم يشتروا العبارات، والأهم والأخطر أهلين رؤوف. تفضل خذ مكانك. مر عليك شيء؟ أنا حكيت عن تعميمين رح توصلك نسخة منهم. والتعميم يلي جمعتكم من شانه لسه أنا ما بديت فيه. إيه شباب؟ رح أعطيكم بناءً على هالتعاميم أسماء عدد من المطلوبين للقضاء بأحكام جنائية. في منهم صار له عم يتهرب 10 سنين من تنفيذ العقوبة وهو برا وما حدا عم يقرب عليه. طيب سيدي شو عم يساوي الأمن الجنائي؟ والله بدك تسأل الأمن الجنائي. لذلك طلع تعميم قاسي اللهجة بهالخصوص. يعني كل القائمة بدها تنجاب، يعني بدها تنجاب. وتذكروا منيح، الحذر والهدوء عنصرين أساسيين. سيدي عم بتقول إن التعميم قاسي اللهجة، هذا بيعني إنه الموضوع ما فيه مساحة للتباطؤ والهدوء. أنا حريص على الوقت فوق ما بتتخيل يا رؤوف، بس المهمة ما هي بهالسهولة. في ناس صلهم عم يتعاركوا سنوات مع الدولة وما حدا عم يحسن يعمل لهم شيء. شو ما بنحسن سيدي، ليش نحن وين عايشين؟ هلأ المهم يا رؤوف، نحن حصتنا من المطلوبين 20، الباقي موزع على باقي الأفرع. لذلك رح تتشكل برئاسة كل واحد فيكن مجموعة معنية بأسماء معينة. بالنتيجة فينا نقول إنه نحن بوضع استنفار، واللائحة اللي بين إيديكن سيدي إلى الأولوية. أكيد. وسيدي نحن بنختار الأسماء؟ أسماء العناصر؟ لا سيدي، اختيار العناصر كل واحد وثقته. أنا قصدي أسماء المطلوبين. هلأ ما في مشكلة، رح نستعرض الأسماء ونوزعها. معناتها سيدي أنا بدي أخطر الأسماء مشان الشباب ما ينأذوا. سيدي نفديهم نحن. هلأ ما مشكلة، أنتوا اتفقوا مع بعضكم، أنا اللي بيهمني إنه هاي الأسماء تكون عندي هون. سيدي أنا آسف يمكن كون عم بسأل كتير، بس مثل ما بتعرفوا أنا بحب كون حريص على شغلي، يعني بحب كل شيء يكون بمحله. تفضل شو السؤال؟ سيدي أحياناً ما بنحسن نلقي القبض على حدا بدون ما نستدعي ناس لهم علاقة. استدعوا يلي بدكن ياه. هيك منيح سيدي مشان الوقت. لك يا ابن الحلال، شو نفع هالقفولة هي؟ لك إذا بدهم يخلعوا بيخلعوا. أأمن أأمن. أأمن من شو؟ لك أنت شو بعرفك بهالشغلة؟ انت اصلا خرفتي وما عاد تعرفي شيء. الامن والامان اهم شيء للمواطن. خير ان شاء الله، بس بدي اعرف هذا بشو بينفع. شو بينفع؟ ولك هذا مو قفل عادي، هذا 6 طقات. يعني اذا بفوتوا على البيت خربوا الطقه الاولانيه بكون حسيت استعديت لهم وواجهتهم بالمعركه. انو معركه؟ لك لك شو اسمها هاي؟ لك البيت مثل الوطن، يعني اذا حدا بده يحتله بطلع له عينتينه. لك يا ابو حسام، مو هاي الدولة اللي صرعتنا فيها؟ نسيت شو كنت تحكي عن الدولة ومكارم الدولة وعن واجبات الناس قدام الدولة؟ هلأ شغلها صار اسمه احتلال؟ والله أنا هذا اللي محيرني، إنه بدي أعملوا فيه مثل ما عملت بجابر، رميته برات البيت. هلأ أنت فكري إنه أبو زين ما رح يشمت فيي؟ رح يشمت فيي طبعاً، صار في عنده حجة يشمت فيي. هلأ جوزة لهي أم زين تبع 6%، بتديري عليه رجال؟ منين رجال؟ هذا رجال ها؟ ولك عليم الله ابو مداد لو بده لمسح فيه الاراضي. هاتي البرغله، شوف هاتي هاتي. قال لك 6 طاقات، قال انت بتفهمي انت ولي عليكي. والله
والله يا استاذ اصلا ما بعرف شلون بدي اكفي. شرد شرد. يا ابو زيد ما اتفقنا نرفع الكلفه؟ صرنا اخوه يا زلمه. واكثر ان شاء الله. اهلين اخي عصام. اهلين ابو زين. بدي اعرفك هي مرتي بالزين. مئة سنة. الله معكم. الله يعطيكم العافية يا شباب. يعطيكم العافية. نجوى مرت رفيقي بس هي رح تمسك المحل. اهلا وسهلا. اهلين فيك. مرت مين بلا زغرة؟ مرت رفيقي جابر ما بتعرفه. مين ما كانت على عين والراس؟ نجوى عميلك طلع على البضاعة. اخي عصام إذا عجبتنا البضاعة شو الترتيب مشان الحساب والتصافي والقصص؟ أول شيء كل قطعة لها سعر، يعني في نوع أول وفي نوع ثاني وفي فرق فيه، وهدول شلون ما انباعوا نعمة كريم. لا ولا يهمك، أختي نجوى عندها خبرة كثير منيحة بالأواعي. كثير منيح، بس نحن عم نذكر، يعني مثلا حق الطرد 20,000 ليرة، أول شغلة بتعملوها بتنقوا البضاعة الحلوة والمنيحة، هدول بتقيموا لها سعر منيح. عرفت علي؟ لانه اذا ما انباعت الاماج الثانيه بتكون طلع حق الطرد. احنا كان عندنا محل بالك كنا نعمل هيك. معناتها تمام التمام. انا عم بسال عن شيء ثاني، عم بسال يعني مشان الدفعات واللازمين والقصص هي. هذا لا تاكل همه بنوب، اخي شو بتطالع المحل بتقسم نصهم وبتعطيهم للتاجر، هو قلبه لله وبده يساعد. ابو زين ايش رايك؟ اي احلى؟ هذا الفوشيا يلي طفي الضوء الحقني ولا هذا الاخضرين البيبي دور؟ يا حلو. باري انه حلو. حلو خلص الك. ايه الي هاتو. ايش بك ابو زين؟ ايش بك عم تغمزني وتعضعض لي على شفافك؟ ما هو عيب عليك؟ لا خلص عم الك الك هذا اعطيك اياه مثلا. هلا هيك؟ هيك بتاخده من ايدي وبتكسره بخاطري؟ بدل ما تقول لي يا حبيبتي يا روحي يا نور عيوني يا مرتي خدي هالقطعة خدي هالقطعة بركة الدكان؟ لك أول شيء هذا اسمه محل مو دكانة، ثاني شيء تركي المخلوقة تعرف تشوف شغلة، تركي المخلوقة تعرف تشوف شغلة، تعرف تشوفه ولا شغلة، مين جنن من بسمان، تعال نشرب كاسة شاي هون. تفضل. إيش رأيك نجوى؟ حلو؟ كل شيء عليك حلو، كل شيء عليك حلو، أبوس روحك شو قصدك بتفهمي؟ هذا الملف باسم عبد الكريم طويل، كان موظف بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، صدر حكم عليه بتهمة تلقي رشاوي قد تصل إلى 50 مليون ليرة، وإلى الآن لم يتم إلقاء القبض عليه. المعلومات يلي عنا بتقول أنه عم يدفع رشاوي لدوريات الشرطة على مدار سنين. هاي المسخرة لازم تنتهي، ومحطوط عنوانه بالتفصيل، وفي مخبر إلنا بنفس الحي اللي ساكن فيه باستطاعة أي ضابط منكم بده ياخذ هذا الملف يستعين بهذا المخبر. أنا باخذه سيدي. ماشي. حضري حالك، عندك زيارة. مي؟ شو بيعرفني اسمك بالزيارات؟ لا إله إلا الله. لا لا مين؟ مين حبيبتي؟ أمي اشتقت لك كثير. وأنا كمان اشتقت لك. تقبريني. يا الله يا أمي. يا الله جيتك لهون شو بتريحني؟ هون كمان بتفهم. بس شو كان بدنا بهالقصة من أساسها؟ نصيب قلبي. نصيب. المهم هلا كيفهم جابر ونهلا؟ الحمد لله. نعم يسلموا عليك. الله يسلمك. نهلا ليش ما اجيت؟ قعدت بالبيت مع بنت خوفي لحتى ترجع امي.
ليش نجوى وين؟ الشغل. تشتغل؟ وجابر ما عنده مشكلة؟ لسه لهلأ ما خبرنا. قولي لك أمي، بيعمل مشكلة كثير كبيرة ها؟ بدي أقول له بس عم بستنى فرصة لحتى أحكي معه. وسيدك يا أمي، مو ناقصنا مصايب، شو الفايدة إذا دري بعدين؟ ما حسنت إلا لا، ما حسنت. بعدين حالتنا بالويل، وأخوكي لهلأ ماله عم يشتغل. بس لازم تخبريه بسرعة الله يخليكي. خلاص لحق له، لحق له. ساعته منبه عليكم ما تروحوني. بعرف الجوهر، بس مثل الجدبة بضلني بسأل، بقول لحالي يعني بلكي، بس الظاهر ما في أمر. يا أمي يلي صار ما بيصير. والله بعرف أمي، بعرف يلي صار، والنار عم تاكلني من جوا، وهي أنا انحبست بدلت وانزليت، شو لسه بتكون أكتر من هيك؟ مو بس أنت يلي انزليتي بسجنتي، نحنا كلنا نزلينا كلياتنا. أمي أنتو برا، بس أنا يلي جوا، أنا يلي عم بموت من قهري كل يوم وكل ثانية، وما حدا حاسس فيني. والله أحيانا مفكر بيني وبين حالي إنه ما جعبالي يطلع منه، لأني بعرف نظراتكم وكلامكم رح ياكلني أكل. خليني بالسجن هون أرحملي. فينك تفهميني ليش لهلأ ما وكلتولي محامي طالعني؟ مازال حاسين إنه حبستي ذل وإهانة لإلكم؟ بدل ما تطالعوني قاعد كل واحد يعمل جهده ويمضي بحظه ليحسسني إنه أنا السبب وأنا اللي حطيت راس العينة بالوحل. ليش؟ أخوكي حاجة بقى أمي، خلاص لسه أخوكي أخوكي، بشرفي كرهتيني بكل هالعيلة. لو كان أخي عن جد ما بيزتني هزتي لك، هذا سجنك أمي، لك سجن يا الله، هذا عقاب. لا تلومي حدا لك أمي، أنتي السبب. والله حفظت لها الأسطوانة، أنا السبب، أنا المجرمة، أنا الغلطانة، والله بعرف، بعرف وندمانة لك أمي، وشايفة الدمعة لهلأ ما نشفت بعيني. بس أمي أنا بضلني لحمكم، مو معقول تتركوني مسدودة هون. والله حكيت معه، حكيت معه كثير وما عم يقبل. لك هو الإمبراطور، لأنه هو اللي بيغضب وهو اللي بيغفر، ونحن لازم نقول له حاضر. مو هذا هو الذكر يلي كنتوا شايفين حالكم فيه؟ هلأ لا ترجعي لي للقصص القديمة. مانا قديمة أمي، طول عمركم تميزوا عنا. أساساً هذا الشيء اللي كرهني فيه. بتعرفي إنه أنا أخذت المصاري وما وجعني قلبي عليه؟ بتعرفي ليش؟ لأنه الشاب هو اللي وين ما شلفتي بيجي واقف. بس يا حسرتي كل هالحكي طلع على الفاضي، الشاب الظريف طار من أول نفخة. شو هاد لك أمي؟ شو هاد؟ بدل ما يكون الندم آكلي جاي تسمعيني هالكلام؟ انت اللي جاية أمي، أنا قاعدة بحبوسة هون بمطرح عم بحكي من قهري وحرقت قلبي. كل يوم البنات بيسألوني وينهم أهلك، ما في حدا يسأل عنك. معقول ما معهم 2000 ليرة يوكلوا لك شي محامي؟ أنا بسكت وبفتح لي لأني ما بعرف شو بدي. بحق لك تحكي هيك لو كنت مظلومة. فوتي فوتي شوفي هالبنات اللي جوا، لتلاقيني أنا أنظف وأشرف وحدة بين هالطول، ومع هيك أهليون ما تركوه ومو زادتينن هون، كل يوم بيسألوا عنه. أنا شو عملت؟ سرقت؟ والله بعرف إني غلطت، بس أنتوا لك أمي لازم تساعدوني، لازم تساعدوني لحتى أطلع من هون وتسامحوني، مو تتركوني هون لحتى يركبني الغلط أكتر وأكتر. ما أنا هلية لك سيدنا. على قلبك يا ابني بال. ايه يا رند الأمورة، حكالك الرفيع عن الشغل؟ لا والله، بس قال لي انه الشغلة كتير كبيرة، ممكن يكون فيها قطع رقبة. لك لا يا ابني بال، المرة الجاية ما تخوفني اياها. ولك يا رند الأمورة مو اي حدا تاني، عم نحطها بالجو بس مو أكتر. ايه يا حلو، شو قلتي لي بالشغل أبوكي؟
بابا موظف. وين موظف؟ بمقسم هاتف. والوالدة؟ ماما ست بيت. شو بتتوقع يكون الشغل؟ والله ما ضل شيء وما خطر على بالي. يعني مثلا؟ يعني كتير شغلات. يعني كتير بعرف، بس مثلا تهريب، تزوير، هيك شغلات. طب ليش ما خطر على بالك شيء قانوني؟ بصراحة لو انه شيء قانوني ونظيف ما كان بده كل هالتمهيد والسرية. بعدين بتعرف مع مين عم تتعامل. عفوا سيدنا، عم بحكي عن حالي، ما عم بحكي عن حدا تاني لا سمح الله. يا رندا، رح قلك بانه كل اللي بذهنك مجرد وهم بوهم، وانا ما رح شغلك شيء مو قانوني ابدا. إلا كان ليش كل هالسرية؟ وليش أبو نباس صور لي المسألة وكأني أنا بكرة رح فوت على السجن؟ لأنه ما بيعرف شان الموضوع أبداً. الموضوع كتير بسيط، وبلي بصبية كتير حلوة مثلك. تفضل. ورح نتفق أنا وأنت بدون ما يكون عندك أي اعتراض. خلال فترة قصيرة، ثلاث زيارات أو أكثر شوي، رح تاخدي 5 مليون ليرة. شو رأيك؟ بعتقد مبلغ ما بتحلمي فيه بعشر سنوات شغل بعد ما تتخرجي من الجامعة، مو هيك؟ أكيد، ولا حتى بعشرين سنة. شافي قديش أنا كريم وحباب ولطيف؟ رح تكوني عرفت غيب. نعم؟ رح تبلشي من بكرة تحكي لأهلك ولزملائك وأصدقائك بالجامعة على انه في اشياء عم بتشوفيها من شهور عم بتصير حرفيا، وبدي اياكي هيك تنشري مجموعه قصص وحكايا على انه انت في عندك شكل من اشكال قراءه المستقبل او شيء من هذا النوع. ايه بس وين الشغل؟ بقصد انه هذا هو الشغل. لا تطلعي في كتير، هي المرحلة الأولى بشغلنا، وبتصوري تنفيذها بسيط وسهل كتير، بعديها بننتقل للثانية. إيه، وإمتى بننتقل للمرحلة الثانية؟ أنا بخبرك، وما في داعي تتعبي حالك بتفكير الانتظار، ولحتى ترتاحي فيك تعتبري حالك بأنه بلشت الشغل، والمهمة اللي كلفتك فيها هي الخطوة الأولى بس. سيدنا شو هالقصة هي؟ يعني هذا المؤاخذة أنا تحرقصت. شو أبو نبال؟ بدك تتعلم شغل جديدة؟ نحن دائماً بنتعلم منكم. بس ما حدا بياخذ البكالوريا بيوم يا أبو نبال، ولا أنا غلطة؟ هذا الاسم خطير كتير وعليه إشارة بالأحمر. عادل فرج كان ضابط بيخدم بسرايا الدفاع، اتسرح من 10 سنين، شهرته أبو نبال شيخ الوادي، كل أعماله مشبوهة، بالإضافة لكونه بيشكل عصابة أشرار وبيقوم بعملية مداهمة وكسر وخلع لأي شيء بيوقف بطريقه. ليس لديه عنوان محدد. من فترة اقتحم فيلا بيعفور محطوطة تحت الحراسة، حبس الشرطة وخطف صاحب الفيلا وكأنه عايش لوحده بالبلد. عليه أحكام تتراوح بين 5 سنين للمؤبد، مسلح دائما، وفي عنا معلومات بتقول أنه على جسمه حزام ناسف، يعني ممكن يستخدمه وقت اللي بيحس بالخطر. وهي المعلومة خلت كتير من العناصر يخافوا يقربوا منه، لذلك هو لحد هذا الوقت حر طليق. هذا الملف أنا بدي أسيء. بتصور واضح بالنسبة إليك يا رؤوف من خلال المعلومات يلي قريناها أنه هاي الشخصية شخصية مؤذية ومو سهلة أبداً، لذلك بدي منك ما تتعامل معها بفوقية حتى ما تقلل من خطورة المهمة.
سيدي ما منكون إلا عند حسن ظنك إن شاء الله. تفضل يا رؤوف. ننتقل على الملف التالي. فاضل عبد الصمد. قديش معلم؟ 250. الله ربحك يا استاذ. الله يا نصيب. يا نصيب يا نصيب. صباح النور. لنشوف شو طلع معه. الله يرضى عليك يا ابني. كون هادي، أنا خايفة أبوك يصير له شيء. ما تاكلي هم أمي. أصلاً هلا ما عاد في لا عياط ولا خناق. القصة صار بدها حل. أخ يا ربي، شو عم يصير بهالعيلة؟ أمي اللي عم يصير أنا كنت شايفه قدام عيوني وكنت قلكن عليه وما كان حدا يصدقني، هاي النتيجة. ليش مالك بشغلك؟ بابا انا غيرت شغلي واستلمت شغل بمعمل جديد ودوامي المساء. بابا شو بدنا نعمل؟ والله ما بعرف. ضرحت طول الليل وانا عم فكر وما قدرت نام. طلعنا على شيء. ابي لازم ناخذها غصبا عنا تغير شهادتها. صحيح القصة رح تقدم ولا رح تأخر بس عسى ولعل القاضي يعتبر تراجعها منيح بعد شهادة الزور. بابا شو قلت؟ هو هيك. أنا دائما تفكيري كان عم يروح بالاتجاهات. أولا ما بتحمل خطية الصبي. ولو إنه ما بيستاهل الشفقة. بعدين أنا بحياتي ما صلحت الغلط بالغلط. معناتها خليني اتصل فيها هلا. قافلي خطة. طيب تروح لعند على المعمل فورا تجيبها وتجي. إذا ما رضيت تجي معك خليها تحكي معي. حاضر. ارتاحوا شباب. تعرفوا اذا بيفلت واحد من بين ايديكم شو راح اعمل فيكم؟ الله يا سيدي الصح تسالنا اذا مسكتوهم كلهم شو راح تعطينا؟ يعني واثق من حالك؟ طبعا سيدي. كفتكم الحقيقيه اذا هي الاسماء كلها انكمشت راح تكونوا رجال رؤوف عن جد. ايش قاطعك ولا؟ ما في شيء سيدي، بس انه بلكي في شيء انحليت منه فيه. تفضلوا ارتاحوا. وبيضوني وشي وما عليكم. وش ابيض دوم سيدنا. بلا لوفك يا خلونا نبلش. فيني بلش انا سيدي؟ تفضل. في واحد من الأسماء المطلوبة فينا نمسكه بأسرع ما بتتخيل. مين وكيف؟ عبود نصار، ساكن بعيد عن بيت أهل رفيقي 5 أو 6 بيوت. ما حدا بالحارة بتجرأ يحكي معه. في قنابل ببيته واللذي منه. مشراني من يوم يومه وكل أهل الحارة بيخافوا منه. ماله شايف حدا قدامه وبيسعر الزلم بعدد الرصاص الموجود بمخزن سلاحه. كل ما بيصير اقتحام من الأمن الجنائي ببلش القواص، ولما بيحسنوا يفوتوا على البيت ما بيلاقوا حدا جوا. منين بيطلع الرصاص؟ وكيف بيهرب؟ سيدي هلا كيف بيهرب؟ ما بعرف، بس منين بيطلع الرصاص هلا بشرح لك اياها. اشرح لي. سيدي أكثر من 10 بيوت بالحارة نفسها من عيلته. وبس يدخل الأمن، الكل بيسحب سلاح وبيبلش. حاول الأمن يطوق الحارة كلها. بس الغريب إنه بكل البيوت ما في ولا رجال واحد، كلها نسوان وختايرة كبار. ومرة في دورية أمن أخذت نسوان ومعهم شوية ختيارية رهينة، إنه بلكي بيحسنوا يضغطوا عليهم مشان يسلموا حالهم. ما في خواص، ما في حدا قرب. ايه. صار الامن يعمل كل 3 شهور كبسه على الحاره وما يطلع بيدهم شيء، وبعدين ترجع الامور مثل ما كانت. طيب كيف بدنا نمشي بسرعه مثل ما عم تقول؟ سيدي الغلط انه عم يصير الاقتحام بالليل وعلى الحاره. قصدك نفوت بالنهار؟ لا سيدي، الحاره كلها ما لنا شغل فيها، وهذا الغلط اللي كنت عم بحكي فيه. انا اللي قصدي اقوله انه نحن عم نحاول نصطادهم بموقع كتير حصين، لانه الحاره بالنسبه لهم نقطه كتير امنه، ومجرد ما دخلوها ما عاد نستفيد شيء.
لك شو ما نستفيد؟ أنا مستعد هد الحارة فوق راس الكل، المهم إنه نكمشهم. يا سيدي بس بالحالة منقتلهم ما بنمسكهم. وين المشكلة؟ الأمن فوق كل شيء. بس أنا بشوف غير هيك. براو صار عم نشوف كمان. سيدي نحن عيونك، وإذا بدك إيانا عميان تأمر. كمل سيدي. بكرة بدون سيارات ودوريات رح نوزع شبابنا على كل مداخل الحي، وأي حدا طالع من الحارة على شغله رح نمسكه مين مكان يكون، والسرافيس والتكاسي الشغالة على الخط كلها تبعنا، وأي حدا طلع ماشي برات الحارة بس بعد شوي من دق فيه بدون ما نلفت نظر، وهيك منكون عملنا تنظيف سريع وبدون شوشرة. بعدين هيك الحارة بتفضى وفهمك كفاية. بلكي مكان بيته وارد سيدي، بس أنا ما رح خبرك نبلش قبل ما أتأكد إنه جوات الحارة. وهذا ملف سيدي. يلا أبي أنا جاهزة. شو أبي خايف؟ خايف عليك يا بنتي. لا تخايف علي يا أبي، خوف ما بجيب غير الخوف، وأنا رح كمل للآخر. من وقت ما فت على بيت رؤوف وعرفتوا عن حقيقته، أنا كل يوم بتمنى فتح عيوني بلاقي حالي قوي وقدر وقف بوشه. هلا شوية المسخرة اللي عملهم هون ما رح يخافون. أنا ما بدي أتنازل عن الدعوة، بتثبت الولد لو شو ما صار. الحق علي، حق علي، أنا اللي رخصت فيك كتير، كان بدي حدا يهنيكي. معلش قبل اللي صار صار، أنا كمان ما كان لازم أقبل أتزوج بدون زواج محكمة. ما كنت متخيل يطلع هيك. ليش مين كان متخيل؟ يلا تعال نمشي. يلا بابا يلا. ديروا بالكم على حالكم. يلي الله كاتبه يا محلا. الله معكم. دعي لنا أمي. الله معكم. الله يحميكم. خالصة حبيب، خلصت القصة مثل ما عملنا. ملوك لك مهابة وبدنا نعيش، وحياة شواربك ملوك. ايه حكيت مع علام، بكرة الصبح نازل منسكر الضبط وبنعمل كف بحس. والله ما بعرف إذا بده يتم لما بده يرجع، ما حكينا بالموضوع. ان شاء الله بيصلوا بالسلامة. ببقى بحاكيك أنا، الله معك، عندي مشوار كتير ضروري. باي. هتلين بهتلين. هتلين؟ ايه هتلين. علي الحلال على قد ما بتحب الدم زتيت هتلين وراك بسبع شوارع وحاطين. سلمني يا ابو فخر. لا يا اصلي ما حبيتها منك بنوبه، بعمره فلافل ما غبر على فروج. وين الفروج بيناتنا على الحاله؟ مرتي فوت البيت هالجزمه لشوف. ابو دراع حضر التور للدبح. شو فيصل؟ اليوم ريم ما اجت على المعمل، موبايلها مسكر، في شي ما طبيعي. لك وين راحت؟ ما بعرف، انا قلبي ماله مطمن. في شي غريب؟ طيب ارجع لعندي على البيت فورا. ماشي بابا ماشي. فيصل. فيصل. نعم، امرني. وين بنتك؟ بنتك اليوم ما راحت على المعمل. ما راحت؟ ايه اليوم ما راحت على المعمل، وين بنتك؟ ما بعرف. لك شو ما بعرف؟ صرت حافظك على الغايب، صرك معي 30 سنة وبعرفك. وينها؟ عن ما بقول لك وينها؟ صدقني من بارح وأنا شايف وشك مو طبيعي، وأنا عم بقول لحالي شوفي، بس اليوم بينت معي وين البنت. لك عم بقول لك وينها؟ راحت تبيع البيت. راحت تبيع البيت مشان إذا اعترفت قدام القاضي يكون كل شيء انتهى، وهيك بكون حفظت شيء من حقها. ليش ما خبرتيني إلا هلا؟ هي قالت لي معقول. هي قالت لك ما تقولي؟ وأنتِ ما قلتي وعم تسمعي كلامها؟ لك شو أنتِ بنت صغيرة؟ يا أبو فيصل أنا خفت البنت تعملنا شيء مصيبة جديدة إذا ما أخذت حق البيت. أنتِ لو بتشوفها كيف حكيت معي كنت عذرتني. خفت قول. لك شلون؟ شلون؟ شو اللي عم بصير هون؟ بدي أفهم أنا، بدي أفهم. يعني شلون تروح تبيع البيت وبكره نحن نعلق مع هالمصيبة؟ بيكون احسن ما تفوت على السجن بدون ما تستفيد. يعني انت شجعتيها؟ انا ما شجعتها، بس قلت لحالي هيك احسن. انت راجعه
ما بعرف. عم بقول لك انت راجعه. حياة اولادي ما بعرف. لك اخ منك اخ. انت ام انت؟ انت خرجت ترباية؟ لك روحي الله يلعنك ويلعن هيك ترباية. عطلي اطلعي بخمتي اطلعي بخمتي. انت شيرين عباس؟ نعم سيدي انا. انت كتبت كتابك من المدعو رهوف عنوة ولا بإرادتي؟ بإرادتي سيدي بإرادتي. لا تخافي انا هون لساعدك مو لخوفك. اذا كان ابوك او اي حدا جبرك على الجوازة احكي ما تخافي. لا سيدي انا تزوجته بإرادتي وبقبول تام. انت ابوها؟ نعم استاذ انا. عندك علم يا سيد انه القانون بيسمح لي احبسك مده 3 اشهر؟ انت والشيخ اللي كتب لي الكتاب مو بس القانون بيفرض علي هيك، نفسي كمان عم تدفعني لحبسك. ليش سيدي؟ وعم تسال كمان؟ انت بتعرف انه اللي ارتكبته بحق بنتك جريمه؟ جريمه رح يدفع ثمنها البنت هي وابنها؟ اذا بدك ما نحكي بلغه القضاء والقانون، فيني اقول لك انه اللي ساويته ببنتك حرام، انت رخصت فيها. غلطه سيدي، غلطه. أنا رح أجي موضوع التوقيف لأنه البنت بحاجتك هلا، بس صدقني ما رح وفرك بس خلصت قضيتك. سجل عندك يا ابني. تفضل أستاذ. جابر لك جابر امي بدنا نوكل محامي لسناء. جاي من اخر الدنيا لحتى تقولي لي بدنا نوكل محامي لسناء؟ ما قلت لك انسى الموضوع ما بدنا نحكي فيه. بدنا نوكل له محامي مو على كيفك. انت ملقوحهم مثل النسوان وابوك مات واختك بالسجن وحالتنا بالوي. شو يعني انخربت العيله وما عاد فيني اعيش يومين هاللي بقيانين اللي بدون ذل؟ يا امي لك بدنا نوكل له محامي. بعدين انت السبب بكل شيء صار. انا السبب؟ ايه انت اختك طايشه وولد ويلي صار صار. بعدين هي بنتنا شو ما عملت؟ هي اختك وين ما رحت وين ما اجيت؟ بقى شيل هالشحوار الاسود من جواتك وخلينا نرجع نلتم. لك يا امي يا حبيبي باقي لي يومين بدي اعيشهم ودموعي نشفانه. والله ما حدا حاسس فيني. ايوه بحس فيكي اذا وكلت لها محامي لسناء. لا مو بحاجتك انا، انا بوكل لها. انت انتهي بحالك ولا الا لاقي لك شي دكتور وكله مشان يملك هالاسود من جواتك بركي بترجع بني ادم طبيعي. مو ناقصني غيرك ها؟ مو ناقصني غيرك. مو ناقصني غير انا اكون السبب بكل البلاوي اللي عم تصير بالبيت، مو بنتك وتربايتها ها؟ لا تحكي على التربية، لا تحكي. انا ما ربيتك لا انت ولا اختك هيك. انا ربيتكم على كل شي حلو. ربيتكم على خوف الله وعلى الضمير الصاحي. لك حتى ابوك ما كانت كاسرته المصاري. يلي كسره خيبة امله فيك لما فكرك انت يلي سارقه. كان مكسور لانه ما صدق انه تطلع منك هالعمله، وانت بكره وابنه وتربايه ايده وحامل اسمه. بقى لا تحملونا ذنوبكم وتحسسني اني غلطانه فيك او باختك. انا ما قلت لك تفيق وتنام وانت سكران مشان تهرب من مشاكلك. وما قلت لك تكون اسود. وما قلت لك تشك انه مرتك هي السبب بكل مصايبك وتقعد هون مثل مثل مثل. كملي كملي مجاهر كملي بتموني انت. يا أمي سناء أختك لو شو ما عملت ونجوى مرتك وأم بنتك ما الله يرضى عليك. الله يرضى عليك تصحى على حالك وترجع لجابر القديم. بقى جابر القديم مات. جابر القديم لا. ليش أمي؟ ليش لا؟ ليش ما بدك ترجع؟ جابر القديم كان يحس فينا، كان يحاكينا يسألنا كيفكم شو أحوالكم، كان يحن علينا. كنت عارف قد ايش صار لك ما سألتني ولا سألت مرتك إذا كان معنا مصروف ولا لا. أنت بتعرف شلون عم ندبر حالنا ومنين عم نصرف؟ عم بسأل حالي أمي، عم بسأل حالي. لا تاكلي زمان أول تحول. والله لعيشكم عيشة
ما حدا يحلم فيها. صرت سمعانة كتير هالكلام وما بصدقه. بعدين نحن بحاجة قلبك وبدنا نعيش مثل ما كنا، مو فارقة معنا. وإن شاء الله هلأ يعني أوضاعنا بدها تتحسن بعد شغل نجوى، وأنا عم خفف مصروف قد ما فيني، وما بدنا أكتر من هيك، بدنا نعيش بس مستورين لك أمي. شغل نجوى؟